حنان، ويمكن انت اهم حد في فعلا القعده دي النهارده. فعلا والله. اسمها ندى. ندى، قولي لندى اي رساله يمكن تكون بتتفرج علينا. وحشتني، نفسي اخدها في حضني، اشوفها واطمن عليها واسلم عليها، العب معاها، اعمل كل حاجه. ماما بتحب كندا، وانتي وحشتيني جدا. انا عارفه ان بابا مش وحش وكلهم بيحبوكي برضو، بس ماما كمان بتحبك. ماما كمان عايزاكي تعيشي معاها، ومش عايزه تحرمك من بابا ولا عايزاكي تحرم منه، بس لكن في نفس الوقت انا بتمنى انها ترجع. يعني من خلال البرنامج بقى بوجه استغاثه للاب الروحي لينا طبعا كلنا، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كرم المراه طبعا وعظمها، وان انا بتمنى ان بنتي ترجع لحضني. يعني بتمنى ان انا اشوفها في اقرب فرصه. ان شاء الله هتصوري مع انها تكون في حضني ان شاء الله. انا رسالتي لابو ندى كفايه الرحمه، الرحمه رجع البنت لامها. ده مش بس القانون، دي الرحمه يا فندم. اتقال لي كده حرفيا، مش عارف يخرج بيها، مش عارف يتحرك بيها، مش عارف يقراها، مش عارف يوديها مدرسه، مش عارف يجيب مدرسين يقعدوا معاها في البيت. ولكن اللي بدا حاجه لازم يكملها. ليه؟ نفسيه البنت فين؟ وانا ليه واتذل؟ بقيت اتذل اقسم لك بالله من طوب الارض. مريضه انا عايزه اتوسط لعمها، بوجه رساله لعمها من خلال البرنامج. لو سمحت تدخل في الموضوع ارجوك، اتوسل اليك، رجعلي بنتي، بتوسل لباباها، اي حد. انا عايزه وقت ما تعوزوا تشوفوها شوفوها. انا والله ما همنع البنت، ولكن بالمنظر ده صعب الموضوع، صعبتوه عليا. انا بشكركم، هنحاول طبعا جاهدين ان احنا نحل مشكله حنان في الاساس، واتمنى ان القانون يحل مشكله الجميع ان شاء الله. وشكرا اعزائي المشاهدين، نتقابل بكره ان شاء الله.